السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سؤال، أنا بصمم فيديوهات قرآنية بس تلاوات مرئية على صور القراء. وبعد؟ فتمام، كنت عايز أعرف هل التصميم على صور القراء من ضمن الحديث اللي هو النهي التصوير على صور القراء؟ تصميم بقصد الآيات القرآنية على الفيديو القارئ وهو بيقرأ. يعني ممكن تورينا حاجة زي كده؟ نعم. يعني ممكن تطلعنا على شيء مثل هذا حتى يعني الحكم عن شيء فرع عن تصوره، اللي هو بيكون يعني قارئ بيقرأ من تلاوات ايوه بالآيات على الشاشة بتظهر مع تلاوته اللي هو بيقرأ. يعني عبد الباسط رحمة الله عليه يقرأ وأنت تجعل الآية مكتوبة مع القراءة. صحيح. طب إيه المشكلة في كده؟ الفيديو فيه صورة القارئ شخصيا. الفيديو فيه ماذا؟ يعني صورة القارئ موجودة بالفيديو. طب إيه المشكلة؟ يعني عادي مش من ضمن لا لا، عملك ليس فيه شيء، أنك تكتب الآيات مع صوت لا بأس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تكتبها وهي متلوة، ما في مشكلة. تمام. السلام.